السلام عليكم. بالنسبة اليوم إن شاء الله نواصلوا مع الدرس السادس الخاص بالمقطع الأول بالنسبة للأعداد الطبيعية والأعداد البشرية، وهو الدرس الأخير بالنسبة لهذا المقطع. كنا المرة اللي فاتت كنا بدينا بالتقريب عدد عشري إلى الوحدة بالنقصان وبالزيادة واستنتاج المدور. اليوم إن شاء الله نخدموا الجزءان اللي بقاو لنا، اللي هو حصر عدد عشري بين عددان طبيعيان متتاليان، والشيء الثاني اللي هو تقريب عدد عشري. بصح في هذه الحالة عندنا تقريب ماشي إلى الوحدة، إلى الأجزاء، معناتها خطرا نقربوا إلى جزء من 10، خطرا نقربوا إلى جزء من 100، خطرا نقربوا إلى جزء من 1000. وهنا خصنا نخرجوا القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة، وفي الأخير نستنتجوا المدور. والشيء الأخير اللي نكملوا به اللي هو كيفية إدراج عدد بين عدد عشري بين عددان عشريان. والشيء الأخير كله اللي هو التحدي، نعطيكم مثال وتخدموه مع بعض. هذا الشيء اللي نقوم به إن شاء الله اليوم. نبدأ على بركة الله، نبدأ بتصحيح التحدي اللي حطيناه في السابق. كنا حطينا في الدرس الأخير الدرس الخامس كنا وضعنا تحدي، نحاولوا دروك نقوموا بتصحيح تاعو. هاو هذا، لاحظ معايا، لاحظوا معايا، قالوا لنا إيجاد القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى الوحدة للعددان 6.8 ثم 1542.37. نبدأ بالعدد الأول، نحاولوا نخدموه. لاحظ معايا، عندنا بالنسبة نحاول نخرج القيمة المقربة بالنقص وبالزيادة إلى الوحدة. كنت وريت لكم واحد الآلية أنه نحط العدد تاعنا كما هو 6.8، هايدي التقريب إلى الوحدة. أول وحدة نعرفوها وش هي الواحد، نحطوها ونرتبوها، هايدي نرتبوها هي دروك هنا. كي قلنا التقريب إلى الوحدة معناتها الجزء من العشرات ما نحتاجوش، صايا نقربوا الى الوحدات، معناتها الاجزاء من 10 ما نحتاجوه، معناتها هذا نشطبوه. اي كي نشطبوه واش يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا، هذا اللي يبقى لنا نسميوه بالنقصان. هذا هو القيمة المقربة بالنقصان، هاد 6. وبالزيادة حنا سميناه بالنقصان لخاطر نقصنا له الاجزاء، هذا الجزء نقصناه سميناه بالنقصان. بالزيادة واش يلزم لي؟ نزيد، نحط زائد ونجمع. بصح كي نجمع حداو رواحنا ما نمشيوش نجي هذا، هذا صاي حذفناه ما نجمعوهش، هذا صاي نخليوه ما نحتاجوهش. نجمعو 6 مع الواحد وتعطينا 7. معناتها دروك هنا واش نكتبو؟ القيمة المقربة هذه هي بالزيادة. لو كان جو نكتبوها منظمة، هنا نقولوا القيمة المقربة لي 6.8 إلى الوحدة بالنقصان هو 6، وبالزيادة هو 7. لاحظتوا معايا هنا، هاو دا خرجنا القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة. دوك قالوا لنا استنتج المدور، المدور واستنتج مدورهم، معناتها خصني نستنتج المدور الأول أو نستنتج المدور تاع 6.8 أو المدور تاع 1542.37. نكملوا هذا عاود نروحو نخدمو الآخر. لاحظ معايا في استنتاج المدور، هنا مدور نكتب هنا مدور 6.8 هو اي ضرب. واش قلنا؟ قلنا المره اللي فاتت نشوفوا هذا، قلنا حطينا واحد الخط المره اللي فاتت، قلنا باللي عند الواحد نعين خط هاي ونشوف الرقم اللي وراء الخط مباشره، اللي وراء الواحد. شفت الواحد؟ ها هو هذا الرقم اللي يجي وراء الخط ولا وراء الواحد نشوفه. هذا واش راني نشوفه؟ راني نشوفه 8. 8 ينتمي لاي مجموعه؟ ينتمي للمجموعه الكبرى. قلنا باللي المجموعه الصغرى فيها 0 1 2 3 4، المجموعة الكبرى فيها 5 6 7 8 و9. هذه 8 معناتها مجموعة كبرى. كي تنتمي للمجموعة الكبرى معناتها المدور هو القيمة المقربة
بالزيادة ماشي بالنقصان. قلنا إلى صبنا هنا مجموعة صغرى نرفدو بالنقصان، وإلى لقينا مجموعة كبرى نرفدو ناخدو بالزيادة. معناتها دروك ناخدو بالزيادة، هو القيمة المقربة له، هو القيمة المقربة له بالزيادة. هنا نقدر نقول لأن كنجي نعلل، لأن رقمه، حنا ما نقولوش الرقم اللي يجي وراء الخط ولا وراء الواحد ولا، ما نتكلموش على هادشي. حنا لأن رقم هذا واش يمثل؟ رقم الأعشار، معناتها رقم الجزء من عشر، رقم أعشاره، أعشاره، لأن رقم أعشاره ينتمي إلى المجموعة الكبرى. كاين بعض الأساتذة ما يستعملوش المجموعة الكبرى، ما يجزئهمش، تقدر تقول ينتمي لأن رقم أعشاره ثمانية مباشرة، ما تذكرش كامل المجموعة الكبرى، لأن رقم أعشاره ثمانية. تقدر تقول لأن رقم أعشاره أكبر أو يساوي خمسة. كاين عدة حالات، شوفوا ثم الأستاذ تاعكم واش يستعمل. المهم أنا ما يهمنيش الكتابة، أنا يهمني تفهم. تبقى الكتابة تبع المنهجية الأستاذ تاعك، هو اللي يصحح لك الورقة تاعك ماشي أنا. أنت حاول بطريقة الكتابة تبع الأستاذ تاعك واش يقول لك. هنا مجموعة كبرى أي، هنا أي هو سبعة، ها هو هذا حطينا. نروحو دروك ال ها هو هذا صاي، خدمنا الأول كملنا معاه. نروحو للثاني اللي هو هذا 1542.37. أي دروك هنا نفس العمل نقومو به. قلنا باللي نحطو الواحد، ها هو هذا الواحد، الوحدة معنتها أول وحدة هي واحد. قلنا عند الواحد نعين خط دعمه في هذه الحالة باش نفهم، معناتها الأجزاء ما نحتاجين نقرب إلى الوحدات، كي نقرب إلى الوحدات معناتها الأجزاء ما نحتاجوهمش، معناتها هذه الأجزاء نشطبوها صحيح ما نحتاج ما ناخذوهمش. أي دروك هذا اللي بقى لي، اللي نقصنا له الأجزاء، اللي نقصنا له الأجزاء نسميوه بالنقصان. هاك تلاحظ معايا، هذا هو بالنقصان، القيمة المقربة بالنقصان. وبالزيادة نقوم بالزيادة كما اللي قالوا لها زيادة. وتفهمنا المرة اللي فاتت قلنا باللي علاش بالنقصان ما نحطوش ناقص، لخاطر اصلا نقصنا هذا الاجزاء، ماشي نقصوا الاجزاء ونزيدو نقصوا الواحد ونقصوه كامل ونريحه ونكملوا معه. هنا صاي هنا قديناها بالنقصان لان نقصنا الاجزاء، صاي نقصنا بعض منه، ده صاي بالنقصان كملنا معه. بالزيادة نزيدو هذا الوحدة نضيفوها، هي تجينا هنا، هنا جينا ثلاثة أربعة خمسة واحد، وجينا 1543. هذا بما يخص هذا بالزيادة. لاحظت معايا، هي ضرب كنجيو نكتبوها منظمة. هنا نكتب إذن ولا ومنه القيمة المقربة لي 1542.37 إلى الوحدة بالنقصان هي 1542، وبالزيادة هي 1543. 43 هايد، لاحظتوا معايا. نمشيو دروك نخدمو المدور، استنتاج للمدور. نمشيو للمدور هنا، مدور 1542.37 هو اي دروك هو واش القيمة المقربة بالنقصة ولا بالزيادة. نمشيو نشوفو الرقم، قلنا نشوفو الرقم اللي يجي هنا، اللي يجي ورا الواحد مباشرة ورا الخط هذا، هادي راها هنا ثلاثة. شوفوا هذا الرقم، كون يقول الرقم مانيش نقول العدد، كان نقول العدد نرفد 37، بصح نقول لك الرقم اللي يجي ورا هذا الخط ورا الواحد هذا اللي يكون ورا
اللي خديناه مباشرة هذاك الرقم نرفدو، أي هذا وش ينتمي؟ ينتمي للمجموعة ثلاثة، ينتمي للمجموعة الصغرى اللي هي صفر واحد، يا صفر يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة، هذه ثلاثة مجموعة صغرى. كي هذا ثلاثة ينتمي للمجموعة الصغرى، معناتها ناخدو ما ناخدوش بالزيادة، ناخدو بالنقصان، معناتها هو القيمة المقربة له، هو القيمة المقربة له بالنقصان. نحو نكتب لأن رقم أعشاره ثلاثة، أي هو مثل المدور هو 1500 1542. نرفد ناخد بالنقصان، ما ناخدش بالزيادة. لاحظتوا معايا الفكرة كي سهلة، ماشي حاجة صعيبة، حاجة جد بسيطة ما فيها والو، غير نطبق الشي اللي خدمناه ونوصل. دونك نروحو للحصر، كان يقولوا لنا واحد معايا حصر، دونك نمشيو للدرس تاعنا جديد، حصر عدد عشري، حصر عدد عشري بين عددان طبيعيان متتاليان، العفو بالنسبة للكتابة، حصر عدد عشري بين عددان طبيعيان متتاليان. واش معناتها الحصر؟ أولا الحصر هو وضع العدد بين عدد، مثال كان نكتب هذه كمثال، لاحظ معي ما بين عدد صغر منه وعدد كبر منه، هذا حصر. شوف لاحظ معي، كان نكتب سبعة محصور ما بين اثنان وتسعة، هذا يسميه حصر للعدد سبعة، معناتها سبعة راه موجود ما بين عددان واحد صغر منه واحد أكبر منه، هذا مثل الحصر، هذا هو وضع عدد بين عددان حيث العدد يكون أصغر منه وعدد أكبر، معناتها هنا أصغر منه وهنا أكبر منه. نروح بصح هنا واش عطاونا؟ عطاونا قالوا لنا حصر عدد عشري بين عددان طبيعيان متتاليان. واش معناتها متتاليان؟ معناتها الى اثنين معناتها وراها ثلاثة، الى ثلاثة وراها الربع، الى كمثال يعطي 16 وراها 17، هذه هي متتالية، معناتها هذه هي متتالية متتاليان، معناتها هنا يكون عندي متبوعين متابعين، معناتها كل واحد كل عدد نزيد له واحد باش نصيب العدد الذي يليه، معناتها كمثال كيعطيونا 20 20، ما هو العدد الذي يليه؟ هو 21. صحيح، لاحظتوا معايا هادو هما عددان متتالي، 20 وراها 21، معناتها تزيد لها واحد وتلقى العدد الذي يليه. صحيح، لاحظتوا معايا. نمشيو نضربوا لاحظ معايا، كان يعطونا عدد عشري، لاحظ سهله كامل ما فيها حتى صعوبه. شوف كيحطوا لنا غير المثال اللي خدمناه في التحدي، نحطوا 6.8، هاد 6.8 خصني نحصروا ما بين عددان طبيعيان متتاليان. اي لاحظ معايا دروك واش نعمل، نمشي نخرج، اول حاجه نقوم بها هي استخراج القيمه المقربه له بالنقصان وبالزياده، كنا خرجناها من قبل، هذه القيمه المقربه له بالنقصان، القيمة المقربة له بالنقصان إلى الوحدة. علاش إلى الوحدة؟ لخاطر خصني نقرب إلى أعداد طبيعية، إلى الوحدة هي 6 وبالزيادة هي 7. ها خرجناها من قبل، خرجنا بالنقصان 6 وبالزيادة لقيناها 7. دروك الحصر هذه 6.8، لاحظ واش نعملو، نحطوها ما بين
القيمة المقربة بالنقصان والقيمة المقربة بالزيادة. لاحظتوا معايا؟ معناتها هنا واش نحطو؟ من الجهة الصغيرة نحطو بالنقصان اللي هي 6، ومن الجهة الكبيرة نحطو 7. واش راكم تلاحظوا؟ هنتلاحظوا باللي 6 راها موجودة ما بين عددين طبيعيان وزيد متتاليا، 6 يجي وراها مباشرة يجي 7، العدد 6 اللي هو عدد طبيعي يجي وراه 7. لاحظتوا معايا الفكرة؟ كنمشيو نخرجوا عاود الحصر تاع هذاك 1542، 1542.37، ونجيو نحطوه ما بين عددين طبيعيين متتاليان. واش نعملو؟ نفذو هذا، لاحظ معايا شو كي سهل، نفذو هذا نحطوه هنا، جينا 1542 هذه دروك نخدموها مباشرة، ونرفدو هذا نزيدو له 1 ونحطوه هنا، هذا نزيد له 1 ونحطه في هذه الجهة الكبيرة، جينا 1543. شتو الفكرة كي سهلة؟ هي درو كان يعطيونا حل مثال كما هيدا، لاحظنا شوف معايا كيعطيونا كمثال 342.175 مثال. هذا هيا لاحظ معايا دروك، ها هو هذا الحصر ما بين عددين طبيعيين متتالي. هيا ناخد، قلنا بلي نرفدو هذا نحطوه هنا، هنا نحطوه 342، وهنا واش نحطو؟ 300 ونزيدو له 1، جينا 343. هذا من هنا نزيد له 1 وجينا هنا محصور ما بين 343. لاحظتو معايا الحصر شتو كي سهل، ما فيه ولا صعوبة، ما فيش حتى حاجة صعيبة. هذا هو الحصر ما بين عددان طبيعيان متتاليين. نزيد ونوصلو، نروحو في الحين نروحو دروك للجزء الثاني اللي هو استخراج القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة لعدد عشري، بصح ماشي إلى الوحدة، إلى الأجزاء. نبدو بالأول، نحاول نخدموها مع بعض ونفهم. هنا إيجاد، نبدأ بالأول إيجاد القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة لعدد عشري إلى، نروح ماشي إلى الوحدة، إلى الجزء من 10، إلى الجزء من 10. هيا لاحظ معايا، أولا هذا الجزء من 10 هي جزء واحد من على 10، جزء من 10 معناتها هي 1/10، 1/10 هي 0.1، هذه خصكم تحطوها في راسكم. جزء من 10 هي 1/10، 1/10 هو 0.1، جزء من 10. كنا خدمنا هالمرة اللي فاتت في الدرس الأول، كنا فهمنا كيش من هذه نتنقلو لهذا الكتاب. في الجزء الثاني من الدرس الأول كي كنا نخدمو الأعداد العشرية كنا فهمنا هذا كيش نخرج عنه، جزء من 10 كيش يولي 0.1. هاي لاحظتو معايا، كنت تروحو للدرس الأول الجزء الثاني تلقاوه بالتفصيل بالجدول بكل شيء، موريلكم كل شيء كيش حطيته. لاحظ معايا، نزيد نواصلو دروك. هنا كي نقرب الى جزء من 10 معناتها اول جزء من 10 هو 0.1، معناتها هنا دروك كمثال كان نمشي نرفد مثال تاع نفس المثال، ناخدو المثال اللي خدمناه من قبل هو 1542.37. حاولوا نخدموا هذا المثال، نواصلوا بنفس الامثله اللي خدمناهم في التحدي، باش هيدا يكون كاين استمراريه في الفهم وتفهموا واش. وكان نفترضوا نفس التحدي بصح ما عطاوهولناش الى الوحده، عطاوهولنا الى جزء من 10، واش نعمل؟ لاحظ معايا، حنا بالنسبه الى الوحده هنا حطينا 1، دونك يقولوا لنا جزء من 10 معناتها خصني نستعمل هذا، معناتها هذا نرتبه هنا،
نكتب 0.1، كنقرب إلى جزء من العشرات، كنقرب إلى جزء من عشرة، معنتها جزء من عشرة ناخده، معنتها شكون هو اللي ما ناخدوش؟ جزء من المئة هو اللي ما ناخدوش، معنتها هنا نعمل الخط. أنا قلت لكم عند الواحد وين تصيب الواحد تعمل الخط، هذا واش يمثل؟ رقم الجزء من المئة، رقم الجزء من المئة داخل في رقم الجزء من عشرة ما داخلش، معنتها هذا هو اللي نشطبه. هاك تلاحظ معايا؟ أي دروك لاحظ معايا، هذا واش هو؟ هذا هو بالنقصان. شتو معايا هاد الآلية كي سهلة؟ وبالزيادة واش نعملو؟ نعملو زائد، نفس الطريقة السابقة، نفس الخدمة تاع المرة اللي فاتت تاع الوحدة، نفس التعامل، أنا نخدمها هاد، هادي بالزيادة. لاحظتوا معايا شي سهلة بزاف؟ شتو لاحظتوا معايا؟ هي دروق هنا كنجي نخدم نستنتج المدور، غنجيو نخدمو المدور مباشرة باش نكملو علينا بالوحدة بالوحدة ونكملهم، نعملو من كل واحد كل حالة نعملو مثال باش هيدا يكون عندكم فكرة على كل شيء. هي شوف معايا هادي واش عندنا فيها، هادي تنتمي للمجموعة الكبرى. كي تنتمي للمجموعة الكبرى واش معناتها؟ نرفدو المدور هو بالزيادة، معناتها هنا مدور، مدور 1542.37 إلى جزء من عشرة، يقدروا يكتبوها لك هيدا. شوف لاحظ معايا، يقدروا يكتبوها لك جزء من عشرة، ويقدروها يكتبوها لك واحد على عشرة، ويقدر يكتبها لك 0.1، اللي يكتبها لك هذا هو. ماشي شرط يكتب لك الجزء من العشرة لغويا، وماشي شرط يكتبها لك كسريا، وماشي شرط يكتبها لك على شكل عدد عشري. معناتها كل هذه الحالات تقدر تكون واردة في الامتحان ولا في الفرض، معناتها يقدر يكتب لك هايدي ولا هادي ولا هادي. حنا اللي كتبها لنا هذيك هي هايدي. كمثال نفدو إلى واحد على عشرة يكتبوها لي هايدا، افترضوا أنا اختاريت واحدة منها وحطيتها هايدا باش نربح لها شوية المكان. المدور هذا إلى هو القيمة المقربة، قيمة المقربة له بالزيادة، لأن أي دروك ما نقولش لأن الرقم اللي يجي ورا الخط ولا اللي يجي ورا الواحد الأخضر، ما هذه ما عندها حتى معنى. أي دروك حنا نرفدو الرتبة اللي وراها، معنتها إلا قالوا لنا نقربوا إلى الجزء من العشرات نهتموا بالرقم الجزء من المئات، إلا قالوا لنا تقرب إلى الوحدة نتكلموا على نهتموا بالرقم العشر. تلاحظ دائما نزيد نكحز برتبة، هاي نزيد نتخطى كل رتبة نشوف اللي وراه. هي شوف معايا هنا، لأن رقم جزئه من المئة، المئة هو 7، إذن مدوره إلى واحد على عشرة هو الخط الدروق أن يقوم بالمدور إلى واحد على عشرة، معنتها أن نقرب إلى الأجزاء، معنتها ماشي نلقاه عدد طبيعي، نلقاه برقم بعد الفاصلة، معنتها هو ناخذ بالزيادة هو 1542.4. لاحظتوا معايا هاو دا خدمنا بالنسبة للأول. نمشيو للثانية، أي دروك عاود نمشيو نخدمو الحالة الثانية، يعني نخدم لكم من كل وحدة نحط لكم مثال ثم واش تعملوا. خدوا ورقة وبشوية تبعوا معايا وخدموا وحدكم بشوية بشوية بشوية. هي في الأول صح تكون شوية صعيبة، هي أي آلية تعلمها حتى كي كنتوا تجمعوا الأعداد كي كنتوا صغار كانت فيها صعوبة، بصح تخدم مثال ولا مثالين وتكون زيد لك التحدي تحاول تخدمه
وحدك إذا جبته صحيح صحيح. هذا أصلا هذا الدرس موجود في الأولى متوسط، في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، معناتها حتى في الشهادة تخدموا هذا المدور. واش واني حطيت لكم كلش، معناتها غير هو غادي يتكرر لك في السنة الثانية ويتكرر في السنة الثالثة وفي السنة الرابعة. انا عطيتك كلش، معناتها دروك انت تقدر السؤال تاع المدور ولا تاع القيمة المقربة ولا الحصر اللي موجود في السنة الرابعة متوسط تقدر تخدمه. لاحظتوا معايا ماشي حاجة صعيبة وما تبقى حتى حاجة ما صعيبة. انا حاولت كي قدمت لكم اني اعطيت لكم كل المعلومات، ما خليت حتى حاجة خليتها لكم، كل شيء اني احطه لكم. اي لحظة نمشي نخرج درامك. الحالة الثانية ايجاد القيمة المقربة، القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة لعدد عشري، عدد عشري إلى الجزء من 100، جزء من 100. هذا جزء من 100 يقدروا يكتبوها عليه على شكل هذه، يقدروا يكتبوها لنا 1/100، جزء من 100 1/100، ولا يقدر يكتبها لي 0.01. هادو يقدر في السؤال تاعو كي يطرحه لي يقول لي اوجد القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة للعدد العشري، ويعطيه هوني الى، يحط لك باللغة هذه، يقدر يكتب لك الى 1/100، ويقدر يكتب لك الى 0.01. واصلا راه في الكتاب راه عندكم امثلة كيف، شوفوا معايا. وإذا عندكم كاش سؤال ولا تمرين ولا حاجة ما عرفتوهاش بعتوها لي في التعليق ولا في المجموعة ولا في الصفحة، ونحاول نجاوبكم على الأسئلة تاعكم. معناتها أي حاجة راني معاكم. أي آخر نرفدو هنا 3400، ولا نرفد 354.2643 مثال. اي هذا هو ده سهل، ما فيش حاجة صعبة. حاولت كثرت فيه الاعداد الارقام باش ما نلقاش الصعوبة من بعد تبقى في حالة ما اذا ما كانش عندك الارقام ضيف الاصفار، ما عند ماشي معناتها نضيف الاصفار من عندك لكن ما عندهمش تأثير، ومعناتها ينتمي للمجموعة الصغرى وتخدمها، ماشي حاجة صعيبة. انا حاولت نحط لكم هاي. اي شو معي كي نقربوا الى الجزء من 100، معناتها نضرب العدد الناتج اللي خصني نصيبه، نصير نلقاه برقمين بعد الفاصلة. نمشي نكتب هنا أول جزء من 100 هو 0.01، نمشي نكتبها 0.01 ونرتبه. شو نرتبه مع شو، الآحاد تحت الآحاد، جزء من 10 تحت جزء من 10، جزء من 100 تحت جزء من 100. إيه تلاحظ هذا، أي عند الواحد قلنا نعينه خط، اقترحنا نرفدو غير الجزء من المئات، نرفدوه. هاد جزء من الآلاف، جزء من 10,000 ما نحتاجوهمش، معناتها واش نعملو لهم، نشطبوه يمشي. اي دروك هذا اللي بقى لي، هذا هو هذا. تلاحظوا باللي نفس العمل اللي نقوم به ونعاود له، هذا كان المفروض نحط لكم اي حاله وثم تخدموا تستنتجوا الاخرين، بصح راني نحط لكم مع كل واحده، راني نحط لكم باش في حاله ما اذا تتلف ولا تنسى ترجع للآلية هذه تضبطها، تخدم لك كل شيء. هذه الآلية تخدم لك القيمة المقربة بالنقصة وبالزيادة والحصر والمدور. خطر الحصر واش تعمل هنا، الحصر بالنسبة لهذا المثال كان نحاول المثال السابق نحاول نحصر، هذا كان نحاول نخدم الحصر تاع واش نحط، نحط ما بين بالزيادة وبالنقصان، معناتها نحط هذاك 1542.37 محصور ما بين، أيا من الجهة الصغيرة نكتب 1542.3، ومن الجهة الكبيرة نحط هايدا. شوف ها هو هذا، نحط لكم الحصر، ها هو نحطه لكم هنا، شوف معي ها هو هذا الحصر. نكتب هذا العدد تاعي 1542، العفو عن الكتابة الصغيرة ما عنديش المكان، 37 نكتبو ككل، هذا الأصلي. أي محصور ما بين واش، ما بين الجهة الصغيرة القيمة المقربة بالنقصان اللي هي 1542.3 و 1542.4. هذا هو الحصر.
هذا الحصر ماشي ما بين عددان طبيعيان متتاليان، هذا الحصر الحصر إلى 1/10، هذا الحصر إلى 1/10، ما انت حضروا روحكم، هذا ماشي الحصر إلى الوحدة، عندكم تغلطوا، هذا الحصر إلى 1/10، هذه ضبطها لكم زيادة المفروض ما نخدموهاش، بصح أنا زدتها لكم ولا ربما يعطوكم كاش سؤال في امتحان ولا. أي لاحظ معي، هذه نسميها بالنقصان، هذه القيمة المقربة بالنقصان، وبالزيادة قلنا باللي نزيدو نعملو زائد ونجمعو، جينا هنا 7، هنا جينا 2.453، هذه بالزيادة. أي المدور هو واش دروك، ما كلاش نكتب كامل هذيك الكتبة غير ضيعة وقت، المدور إلى 1/100، معنتها خص النتيجة خص تكون عندي برقمين بعد الفاصلة، كي يقول لك المدور إلى 1/100 معنتها تلقاه برقمين بعد الفاصلة، إذا قال لك المدور إلى 1/10 تلقاه برقم بعد الفاصلة، إذا قال لك مدور إلى الوحيد الوحدة تلقاه عدد طبيعي نختار يهتم بالوحدات. أي لاحظ معايا هنا دروك نمشيو نشوفو الرقم اللي كحزناه برتبة، معنتها رقم الجزء من الآلاف، هذا اللي قلت لكم اللي ورا الواحد، هاي بالآلية يخرج لي هذا ورا الخط، هذا 4 ينتمي للمجموعة الصغرى، معنتها ناخد بالنقصان، هو بالنقصان أي مباشرة نكتب 354 فاصل بالنقصان، فهي فاصل 26، هاي لاحظت معايا، هذا هذه هي بالنقصان اللي بقى لي، وبالزيادة بالنقصان نقصنا له هذا الأجزاء من 1000 وجزء من 10000، وبالزيادة نقصنا له زدنا له هذا 0.01، نزيد ونوصلو الحالة الثالثة والأخيرة، درمق عوض ثالثا إيجاد القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة لعدد عشري إلى رقم الجزء إلى الجزء من 1000، الجزء من 1000 نفس الشيء نكتبه 1/1000، هذا 1/1000. هيا لاحظ معايا، نمشيو نرفدو عود عدد آخر كمثال، نرفد هنا عدد باش نخدمو هذيك الحالة اللي خدمناها من قبل، كان نرفد 17.7، ويقول لنا هذا قلنا باللي هذه 1/1000 هي 0.01، هذه هي 1/1000 هي 0.01، كاين حال طريقة أنا نوريها التلاميذ باش ما يتلفوش في عدد الأصفار وما ما تتلف لهمش، نقول لهم دايما شوفوا هذا العدد، شوفوه كلي تشوفوه في المرآة، تشوفوه بالمقلوب، شو هذا كان تشوفوه بالمقلوب، تشوفوا 1000 كانت حذف له هذه الفاصلة ما تشوفهاش، وتشوفوا بالمقلوب كي تقراه 1000، حتى 0.01 كان تشوفها بالمقلوب تشوفها 100، معناتها جزء على جزء من 100، و 0.1 كان تجي تقراها بالمقلوب تشوفها 10، معناتها جزء من 10، هي باش تعرف عدد الاصفار دي باش ما هي باش كمفتاح باش يعاونك، هذا ما كان ماشي معناتها ماشي قاعده هذه بصح غير مفتاح باش يعاوني. اي لاحظ نمشي دروق هنا، راك تلاحظ بلي هنا كي قالوا لنا تقريب الى جزء من 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 الالف، مع هنا كي نحط هنا 0.01، راك تلاحظ بلي هنا عندنا مشكله، هنا ما فيش، هذا كي ما فيش واش نعملو، نضيفو له اصفار، نضيف الاصفار، حتى نضيف الاصفار بالزياده نزيد واحد الخطر نحتاجه،
اختار نرفد باش نرفد المدور نخرجه بالنقصان. ايا عند الواحد نعمل خط هاواد. ايا هذا لاحظ هذا هو ب النقصان. ملاحظة ما تقولش الأصباع الصفرين هادو لا قيمة لهما، إذا القيمة المقربة بالنقصان هي 17.7. لخاطر كي قالوا لنا نقربوا إلى جزء من الآلاف، معناتها خصني يكون عندي ثلاث أرقام بعد الفاصلة. بسيف عليهم كي حتى يكونوا أصفار ما يهمش، خاطر هذه كتابة، هذا ماشي تعطيهم نتيجة، هذا قيمة مقربة معناتها لازم تحطها لهم بعدد الأرقام بعد الفاصلة على حسب ما يحطولك. عندك تنشم تقول باللي أي هنا عندي صفرين لا قيمة لهما، إذا القيمة المقربة بالنقصان هي 17.7. قال أنا نفهم، هما قالوا لنا إلى جزء من الألف، معناتها يليق القيمة المقربة تلقاها بالتقريب إلى جزء من الألف، معناتها فيها رقم الجزء من الألف. من هنا تلقى ثلاث أرقام بعد الفاصلة بالنسبة لعدد الناتج تاعك مهما كان بالنقصان ولا بالزيادة. أي لاحظ هذا نحذفه، ما هو أصلا ينحذف ما يهمناش، هذا أصلا ضفناه بوحدنا، بالزيادة نجمعه مع هذا وجينا هنا 17.701. راك تشوفوا الخدمة تاعنا كي تجي. وكان هنا حطوا هذه مباشرة صفرين لا قيمة لهم، هاد الواحد وين نضيفو؟ شفت الشمتة كي تحصل؟ متقدرش تزيدها هنا، خاطر هذا رقم الجزء من 1000 ماشي رقم، هذا رقم الجزء من 10، كي تزيد له هذا تزيد له 0.8، معنتها نص تخدمها جزء من 10 ونص تخدمها بجزء من 100 الالاف، لا ما ينخدمش. معنتها حضور روحكم كي يكون عندكم هيدا عدد ما فيهش الارقام ضيفوا الاصفار، ياك هذوك الاصفار ضيفهم ما عندهمش قيمه ضيفهم بعد الاجزاء هي وخدم خدمتك عادي ما بدون اي صعوبه. هذه حطيتها لكم غير باش ما تنشوفوش، هذه بالزياده. اي دروق هنا راه باين باللي نرفد ناخذ بالنقصان، علاش؟ المدور مدوره الى واحد على الف هو بالنقصان القيمة المقربة بالنقصان. تحبوا تكتبوا هذه مجموعة صغرى ينتمي للمجموعة الصغرى، هذا الصفر ينتمي للمجموعة الصغرى، الصفر 1 2 3 4. قلنا بلي الأرقام من الصفر حتى التسعة هذوما الأرقام، العشرة ماشي رقم، هو عشرة هو عدد متكون من رقمين صفر والواحد. هنا قلنا بلي هذوك من الصفر للتسعة قسمناهم بالعدل، فدنا خمس أرقام اللي هما صفر 1 2 3 4، خمس أرقام. عاود يجيونا 5 6 7 8 9، خمس أرقام. الأولى هما مجموعة صغرى والثانيين هذوك الأخرين مجموعة كبر. أي دروك هذا ينتمي لمجموعة صغرى معنتها ناخدوه بالنقصان، أي هو أي نرفد بالنقصان اللي هو 1000 هو 17.700. وعندكم خاصة بالنسبة للممتازين، ممتازين هما اللي يجيهم هاد الأفكار، يقول لك شو أنا 17.700، أنا صفرين لا قيمة لهما نحذفهم محتاجهمش أنا. وهي لا، اختر هذه القيمة المقربة، هذه كيفية كتابة مش كلي طريقة كتابة، ماشي تقريب كي يقول قرب الى الجزء من الالف، معناتها خصني نحط لهم الرقم الجزء من الالف، خصني نشوف هذا الجزء من الالف شحال يولي شحال يرجع، ماشي قال لا قيمه لهم يحتاجوش خلينا منه. هاي لاحظتوا معايا الفكره؟ ها سهله، ها هذه خرجنا دروك نمشيو للشيء الجزء الاخر، نمشي للجزء الاخر الأخير اللي هو إدراج عدد بين عدد عشري بين عددان عشريان. يلا حد معي، كان يعطونا كمثال الإدراج هو العكس على الحصر، الحصر وصلنا حنا يعطيونا هذاك العدد العشري وحنا نحطوه ما بين الصغير والكبير.
دونك في هذا الادراج يعطيونا بالمقلوب، هما يعطيونا الصغير والكبير، وحنا نحطوا هذاك العدد. معناتها يقولوا لنا إدراج العدد العشري بين عدد عشري يعني كمثال، حطوا لنا كم كان يحطوا لنا 6.5 و 3.2. شوف هذه هنا عندك بلا حساب الاعداد اللي تحطهم بلا شحال ما تحب. كان تحط نجم تلميذ يقول لك مثال يقول لي حط انا 3.3، تلميذ اخر يقول لك 3.4، تلميذ اخر يقول لك 5، تلميذ اخر يقول لي 5.1، تلميذ اخر يقول لي كمثال 6. نقدر يقول لي هنا فاصل صفر ما يهمناش، انا هذا فاصل صفر ما باش نحطو عدد عشري. يحط لك مثال 6.4، هادو كلها صحيح. علاش؟ لخاطر 3.3 راها موجودة ما بين صغيرة من 6.5 وكبر من 3.2. نفس الشيء بالنسبة لهادي، 3.4 صغر من 6.5 وأكبر من 3.2، نفس الشيء بالنسبة لخمسة. هادو كامل يتحققو، وعندنا ما لا نهاية من الأعداد. عندكم شحال تحطوا شحال ما تحبوا. يبقى لنا حل فقي يقدروا يعطيوهون، هذا هو اللي يهمني. وكان يحطوا لنا ادرج عدد عشري ما بين، شوف معايا، يحط لك 6.4 و 6.5. ها هنا دروك يحصلني. شوف معايا انا مش نعطيكم دروك الحل. شوف معايا واش نعمل، 6.4 و 6.5. وكان كان نحط 6.4 تجي وراها مباشرة 6، ما نقدرش هنا نحط 6.5، خاطر 6.5 ماشي صغر من 6.5، و 6.5 من هالجهة ماشي كبر من 6.5، ما تقدرش تحط هنا 6.4، ما تقدرش تحط شيء آخر. هنا واش تعمل؟ شو نعطيكم الفكرة؟ تمشي تضيف هنا صفر، وتضيف هنا صفر. ياك عندك الحق ولا لا؟ ياك الأصبر لا قيمة له، نجم نضيف ما بأي طريق. هنا يولي لي 6.40 وهنا 6.50. أي دروك هنا؟ هادي 6.40 والخمسين. من 40 للخمسين واش كاين؟ كاين 41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49. معنت هنا نقدر نحط 6.41 6.42، ونتمشى حتى كنوصل 6.49. ما نقدرش نزيد واحد، كنزيد جزء من 100 يولي لي كم هذا، ما نقدرش. يقدر تلميذ اخر واش يقول لي؟ في عوض ما نضيف 0.1 ونضيف 0 هنا 1، نضيف 0 منه و0 منه، يجينا محصوره ما بين 6.400 و6.500. اي دروك هنا عندك تحط شحال من العدد. هنا تجينا 401 402 403 405 400 حتى ال 499. 499 كتزيد لها عاود وحده تولي لك، تزيد لها هذيك جزء من 100 تولي لك 406.500. شتو الفكره؟ هذا هو الادراج. معناتها كي يقول لك ادرج ما بين عددين، لا طاحت لك سهله كيما هذه. هنا هو حط اللي تحب. الى حط لك هذا متابعين قال فاصل 6.4.5. هنا نبدو مثال اخر، هو هذا نزيدو باش ندربو. كان يعطيونا هذا المثال، شو كان يقولون لنا؟ ادرج ما بين هاد، شو يحطوا لنا؟ شو حنا دائما نضيفوا الاصفار ونسجلوا اللي نحبوها. يحط لك ما بين 16.45 و 16 باش ما يخلي لكش هنا. كان يحط لك هنا 17، كاين بزاف باش تحط لي تحب. انا يحط لك 16 16، معناتها اي قدام ما عندكش كيش، ما تقدرش تحط لها شيء اخر. هنا 16، هنا يحطون 16.46 فاصل 46. شوف 45 46، ما تقدرش دروك كنجيو نخدمو اللي موراها مباشرة. جي 16.45 جي موراها مباشرة 16.46 دروك هنا حصلو. واش نعملو باش ما نحصلوش؟ نمشيو هنا نزيدو هنا صفر ونزيدو هنا صفر.
شوفوا، نزيد هنا صفر، نزيد هنا صفر، هيا وشو شو ولدني 450 460. اي جينا هنا 16 فاصل 451، اختار مور بعد 450 واش تجي 451، وهذه تتحقق. عاود 16.452 وتتمشى معاها حتى 16.459. هادو كامل ضيفو من هنا، ضيف هادوك قدرات تحط 51 52 53 54 55 56 57 58 59. لو كانت تزيد جزء من 1000 تولي لك عاود 500، تولي لك 460 كما هادي. ما تقدرش تحطها لخاطر تجي قد الكبير، وهذه مستحيل. يا درشتو الفكرة دي سهلة. نمشيو للتحدي، هيا نروحو للتمرين تاع التحدي. تحدي تمرين سهل، هاود نعطيكم مثال بسيط. نرفدو الوسطانية إلى جزء من 100. يقولون لاحظ معايا، يقول لك إيجاد، هو هذا إيجاد القيمة المقربة إلى 1/100 بالنقصان وبالزيادة. يلا لاحظ معايا، ناخذ العدد اللي هو 143.685. مثال هذا، تخرجوا لي القيمة المقربة بالنقصان وبالزيادة إلى 1/100. هذا الشيء الثاني، تخرجوا لي المدور، مدوره إلى 1/100، نفس الشيء. هنا كاستنتاج، هنا بالاستنتاج، هنا اي استنتاج. استنتاج واش معناتها؟ شوف الى تاخذ بالنقصان ولا بالزيادة. والسؤال الاخير تاع الادراج، يقول هنا ادرج اربعة اعداد بين 5.3 و5.4. هذا ما كان، هذا التحدي. 5.3 و5.4، ورانا تعلمنا واش نعمل. انا عطيت لكم المفتاح تاع هاد الحل تاع التمرين. انت عندك اي حاجة تخدمها تخرج لك كلش. المهم ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا هذا الدرس. هذا الدرس حاولوا تخدموه مليح، خطر موجود في السنه الثانيه، موجود في السنه الثالثه، موجود في السنه الرابعه، موجود في كل السنوات، وبعض الاحيان حطوا حتى في الشهاده. متى ماذا بكم كي تتعلموا شي حاجه تعلموها على الصح، تبقى معاكم تنتقل معاكم، هذه تعلموها خطره واحده في الاولى متوسط وتبقى معاكم الى غايه الشهاده. ماشي مهم هذا بالنسبه للمدور. وانا نعطيكم ملاحظه، كاين تلامذة حتى السنه الرابعه ويحصلوا فيه، يحصلوا في هذا المدور، في هذه القيمه المقربه بالنقصة وبالزياده. تجيهم صعيبه، علاش؟ لخاطر كانوا يعتمدوا على الحفظ. يحفظ، قال نضيف رقم، اضيف الواحد الى اخر رقم الى رقم الاعشار، اضيف رقم الى، اضيف الواحد الى رقم الجزء من المئات، ويبقى يحفظ. كي ينتقل للسنه المواليه ينسى القاعدة السابقة تاع السنة الماضية، وهنا يبقى لنا المشكل. كيما نطلعوا سنة ننساو القواعد تاع السنة الماضية، وكيما نطلعوا نلقاو راسنا فارغين، معنتها ما عندناش القوانين، نسيتوهم، اللي تحفظهم تنساو. الحاجة اللي تفهمها تبقى لك في الذهن تاعك، خاصة بآلية كيما اللي وريتها لك هنا، توري لك اللي عملية. العمليات راك تلاحظ بلي انا شفت العمليات، ما تنساوهمش، ما تروحلكش من الذهن تاعك. كي تعلم حاجه بالاليه تبقى لك. راني خدمت لكم، حوصت على اليه، راني وريتها لكم هذه الطريقه. ثم هاد الاليه تقدر تخدمها في ورقه المحاولات، ماشي شرط تكتبها للاستاذ تاعك، طول بالك ما يفهمش واش راك تعمل.
خدمها في المحاولات، والإجابات والاستنتاجات حطهم له بالطريقة تاع المنهجية تاعو، خاطر هو اللي يصح لك، ما تغبنوش في التصحيح، حاول حط له المنهجية اللي موالفة يخدم لك بها. أنا بالنسبة للإجابة تكون عندك صحيحة 100%، تبقى قضية المنهجية وطريقة الكتابة، كل أستاذ ومنهجيته، تبع المنهجية تاعو وحطها له باش يحط لك النقطة الكاملة، ما يحذف لكش جزء ولا نصف ولا 0.25، علاش تضيعها. حاول تحصل على 20 مكمولة إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله للجميع والامتياز إن شاء الله، وشكرا وربي يعاونك.